تقرقب وجاب داك يقول انا خصني نموت، انا خصني نروح الطحيناي. خرج من الطوموبيل مشى كيجري، انا عايز كنجري موراه. عمي مسكين توفالي قدام عين وانا كنشوف وما قدرنا ما نعملو والو. شبر يا خور خشى فيه الموس في البلاصه خاي ديالي مات. واللي كان لاعبين الخبز كنتمنى من الامن تاخذنا حقنا من السيد، وكيفاش ما حرقنا قلبنا حتى هو حرق له قلبه في اقرب وقت. وحنا الجيران واش فهمتيني؟ اش كيسالوني؟ ما كنهضر معاه، ما كنديل، ما كنهادي. علاش عندهم هادشي؟ علاش ما داش اختهم؟ وهي اللي كتحرض خوتها يعملوا مشاكل. ولادي كبرتم في الحلال. في الحلال. هاد العواول هادو اللي عيبقوا ثلاثه د العواول، شكون يخدم عليهم؟ هذا ماشي ظلم هذا. ادعوا بهم من الله، ادعوا بهم من الله، ادعوا بهم من الله. هاد المشكل هذا سيدي، هاد الولد هذا اللي قتل المرحوم جا هرس الباب، ما عملنا له حتى شي حاجه، ما عملوا له حتى شي حاجه خوتي. جا المرحوم يتغدى مع الجوج ونص، مشى بحالو يعمل الشغل ديالو، خا يا خور خرج مع ثلاثة ونص، ملي كان خارج جبرو في راس الزنقة، ملي شافو في راس الزنقة دور يا خور وجهه. خا ما دا ما جاب، ما عرفش شني غادي واش غادي يعمل داك الشيء هذاك ولا لا. مشاو يعملوا الشغل ديالهم الإخوان. سيد هود كيهرس الباب، هنايا أختي والوالدة والوالد. أختي صانت عليا، قالت لي هاد السيد هذا وكيهرس علينا الباب، حنا ما عملنا له حتى شي حاجة، علاش كيهرس علينا الباب؟ هنايا غير الوالد والوالدة وأنا. قلت لها علاش شني؟ قالت لي هذا هو كيهرس الباب، الفوضى في الزنقه، كلشي الحومه كامله كتشوف. شبرت انا عيطت على اخي كان في الخدمه ديالو كزنايا، قلت له اجي دابا باش نفكوا المشكل نهودوا عند المخزن. قبل ما نهودوا عند المخزن جاو بوليس 19، جاو بالمواطر ديالهم صافيك، دخلوا جاو للزنقه هنا شافوا اللي كاين كامل، قالوا لنا هودوا ديكلارو في الدائره ديال العوامه. صدق هودنا الدائره ديال العوامه، كتبنا ما حضرت تما، جبرت الوالده والوالد تما في العوامه، هودنا انا والمرحوم من العوامه لحقنا عليهم. ملي كتبنا ما حضر قلنا لهم لا تطلعوا معنا، ما بغاوش يطلعوا معنا، قالوا لنا ما نطلعوش معاكم حتى نهار الاثنين ان شاء الله يا ربي، ومشيو مع 8 ونص الدائره 7 جبروا تما هذيك ديالكم الدوسي ديالكم. قلنا لهم واخا عينا كنرغبوهم ما بغاوش يطلعوا معنا، قلنا لهم راه الا ما طلعتوش معنا راه الله يحفظ شي حاجه تقدر توقع. حنا طلعنا فحالنا، حنا ما جينا حدا المدرسه ديال فتح داك الكامبو، هو جالس تما مع الدراري. خاي المرحوم على فرند الطوموبيل عيس كنشبر فيه، قلت له اجلس اجلس اجلس. خرج من الطوموبيل مشى كيجري، انا عيس كنجري موراه، بقاو كيشبروني الدراري انا وخاي، خلاوه يطلع من عنده. شبر يا خور خشى فيه الموس في البلاصه خاي ديالي مات، في البلاصه مات. ملي وصلنا لمحمد الخامس قالوا لنا صافي ديك الساعه بطوني النبيره. هاد المشكل هذا ديجا كيوقعوا المشاكل عندهم، واحد العائله هنايا هي اللي عامله هاد المشاكل، وهي اللي كتحرض خوتها يجي يعملوا مشاكل. خاي عمل كاميرات باش يحمي راسو، عمل وحده من هنا وحده من هنا كتشب غير الباب ديالنا. كيقولوا بان هي اخرى كترش عليها السحر، وهذه كترش عليها هذه، كل واحد خايع من كاميرات باش يشوف الظالم المظلوم. صدق خرجوا هرسونا كاميرات، مشى خاي ديكلارا هذا الملف ديالو ما عرفوش دفع المحكمه ولا باقي في دائره 7. دابا مره شهرين ثلاث شهور كينوض المشكل، عاو كنجو كنهدنو صافي وحنا الجيران واش فهمتيني؟ ايوا شلع طلع الرساله اللي كتوجه للقضاء. ايوا الرساله خايا القضاء كخصو يعطينا حقنا. راه ثلاثه العواول ماشي سهل، راه خلى ثلاثه ديال اليتامى صغارين، هذا ما كيهز هذا، شكون غيخدم له عليهم دابا؟ هاد السيد ديجا كان في الحبس، راه ثلاث سنين ضارب في الحبس، ديجا كان في الحبس، دخلني الحبس كي على كريساج. وهذا الشيء اللي كنقول ربي شاهد عليا خايا، الا زدت عليه شي حاجه انا ما كنزيد لا مع خوتي ولا مع حتى شي واحد، كنهضر في الحق. عمي مسكين توفالي قدام عين وانا كنشوف وما قدرنا ما نعملو والو، راه قدام عيننا توفالي. انا ماشيين كيفاش ما قال لكم الاب ديالي، حنا ماشيين هو تهجم علينا شبار وطاح الضربه في وسط قلبو تما مسكين توفى، تما جاب الله العمار وهرب هو. ولا ما كنتش عي انا هربت منو، حتى انا كان عيكمل بيا حرز الله انا هربت منو فحال هيدا. وهاد المهم انا كنقول لكم كنتمنى من الامن تاخذنا حقنا من السيد، وكيفاش ما حرقنا قلبنا حتى هو حرق له قلبه في اقرب وقت. هذا الولد اللي قلت له لي هو اللي كان لاعبين الخبز، انا ويماه
الروح هنا في الدار. اش كيسالوني؟ ما كنهضر معاه، ما كنديل، ما كنهادي، ما انا في وسط الحومه براسي عريان. عمر المقدم من صغري انكبري، هذه 74 سنه في العمر ديالي، فهمتي؟ ما عمري وصلت عند المقدم او الشيخ او القايد او الهادي. هانا في طنجه، هانا تربيت في الجبل، انا قيت ولادي في الجبل، ولادي كبرتم في الحلال، في الحلال، وما هنوني شي. عمرو ما جبد الصداع، سمعتي؟ انا ولادي خمسة رجال كانوا عندي، ما عمرهم مشاو دكلارا بهم شي واحد، او جا شي واحد دق عليا في الباب قال لي ابنك اسرى او ضرب او عمل اولاد. انا ربيت ولادي تربيه حسنه مسلم، ووكلتهم الحلال، الحلال يا رسول الله، فهمتي؟ كنبت في البرد وشتا ونجيب لما ياكلوا، سمعتي؟ عاون الله عليهم، ثمانية النفوس. هاد السيد هذا اللي قتل خاي العموم، هذا اللي قتل خاي، اللي عنده عنده مع خاي. انا كيتلاقاني كنجي من القنبوريه لهنايا، فيما كيتلاقاني السلام عليكم خاي بينا كيفتينا بخير الحمد لله. ما عمره ما عمل معايا شي حاجه، اللي عندهم عندهم مع خاي هذا، اللي عندهم عندهم مع خاي هذا. وعلاش عندهم هذا الشيء؟ علاش ما داش اختهم؟ اختهم طلقت. ها هي ما شحال هي مجوزه لعندهم العائله 3 سنين وما عرف شحال عندها ولا 4 سنين وطلقت. الراجل مسكين هنايا كان كيقول في طارو كيغوت عليه وهادي. انا كنطالب من السلطات يعتقلوهم بجوج، يعتقلوهم بجوج ويشوفوا من حقد هاد العواول هادو، هاد العواول هادو اللي عيبقوا ثلاثة د العواول، شكون يخدم عليهم؟ يا شكون اللي يخدم عليهم؟ ها؟ العائلة عندها عامين ويخرى عندها عام ونص والعائل عنده 3 سنين، لمن غتخليهم؟ هذا ماشي ظلم هذا؟ ادعوا بهم من الله، ادعوا بهم من الله، ادعوا بهم من الله، هادشي اللي كنقدر نقول للعموم اخر. والله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.